أكدت اللجنة الأمنية العليا في عدم السماح لأي طرف من الأطراف السياسية استخدام الجيش والأمن والاستقواء بهما في المعترك السياسي القائم. اللجنة الأمنية خلال الاجتماع لها اليوم أكدت أيضا مسؤوليتها في ضرورة التمسك بالوحدة ومحاربة الإرهاب والحفاظ على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية. اللجنة التي ناقشت عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها وعلى رأسها التطورات الأمنية والعسكرية في عدد من المحافظات ومنها محافظتي عدن وإب استمعت إلى تقرير مفصل عن سير العمل داخل القوات الجوية مستعرضة طبيعة الأوضاع التي يمر بها الوطن.